منظمة الصحة بتعمل جاهدة مع الجهات المعنية الصحية في مناطق النزاع، ودايما بنبقى حريصين أولا على حماية الفرق الصحية اللي غالبا بتعرض للأسف إلى هجمات واستهداف من قبل أطراف النزاع في أماكن كتير. وفي الفترة الأخيرة أعتقد عشرات من المنشآت الصحية تم استهدافها. دايما منظمة الصحة بتوفر الإمدادات المتاحة. عندنا أكثر من مثال إن منظمة الصحة وفرت الأدوية واللقاحات في بقدر الإمكان، لكن دايما بنواجه في مشكلة بالوصول إلى الناس المستهدفة، إلى الفئات المستهدفة. الجانب الأمني دايما بيعيق الوصول في الوقت المحدد. النزاع دايما، وده كان سبب لانتشار إعادة انتشار شلل الأطفال وبعض الأمراض، بيؤدي إلى توقف أو تدهور مستوى الخدمات الصحية بشكل عام، وخاصة التحصين. اللقاحات توفرت لبعض الأمراض، وقدرنا في خلال السنوات الماضية أن يتم تقريبا القضاء على أمراض كتير، من ضمنها من أهمها شلل الأطفال والحصبة. إلا أنه تدهور الخدمة الصحية خاصة في مجال التحصين، ظهر الأمراض وما يسمى بالأمراض المنبعثة. أمراض كانت بدأت تختفي والبشرية تنساها تماما، ابتدت تظهر مرة تانية وتسبب خطر.